غير متفق 100% مع القرارات، فعايز أسأل حضرتك، مش القرارات دي تعتبر، أليست تعتبر من وجهة نظر البعض أنها حلول غير تقليدية أو out of the box لمشكلات عميقة ومتجذرة في نظام التعليم، وإحنا ما نقدرش نحلها دلوقتي؟ مش ده يشفع لهذه القرارات بعض الشيء؟ أنا ما قلتش أن أنا رافض. استشفيت. لا، ما استشفتش. لأن القرارات هنا قرارات وزير، لأن الوزير بيشيل حقيبة التعليم. لازم يكون قرار وزير. وأنا أتفق معاه تماما. في القرارات؟ آليات التنفيذ هي المختلفة. يعني مثلا لما تيجي حضرتك تقولي أنا هقفل السناتر، زي ما قيل قرار صائب 100% ومش محتاج مناقشات، هعدل في الكتب، بس لازم طبعا ما الحقش أعملها على السنة دي، وممكن أعملها كتب تفاعلية وكلام ده كله، أتفق تماما. لكن لما تيجي حضرتك تقولي مثلا هحذف، لفظ أحذف ده يعني حتى لو هو خد القرار، هو من يملك القرار. آليات تنفيذه دي بقى محتاجة زي ما قلت لحضرتك تغيير لوائح، وهو اللي هيشكل لجان. هيقول لجنة القطاع الفلانية دي أنا عايز أعمل كذا. طب ده ممكن يحصل، يعني ده مش عائق أو مش مشكلة ومش تحدي. مش عائق، بس ما يحصلش سريعا. اللي ممكن يحصل سريعا إن أنا مش أحذف، ولكن أقنن. أقنن يعني ممكن في بعض أساسيات. هو اللي بيوسع المنهج إيه؟ إن أنا بقابل الفروق الفردية، فممكن أحط معلومة وأزود شوية شرح علشان تقابل الفروق الفردية. التقنين ده ممكن أشيل شوية من الشرح ده، فتقلل بنسبة 10-20-15% 30% حد أقصى. لكن لو أنا هشيل زي ما قلت لحضرتك، ده مرتبط بلايحة، ده مرتبط بمخرجات تعلم، فإذا لازم أعيد اللايحة عشان ترتبط بسوق العمل. لكن طب يعني خليني أسأل السؤال بطريقة تانية، هل حضرتك دكتور إيهاب شايف أن القرارات دي محتاجة دراسة أكبر؟ هل هي غير قابلة للتنفيذ بشكلها الحالي؟ لا، قابلة، بس محتاجة زي ما قلت لحضرتك أنها تاخد وقتها، علشان ما نبقاش بنعتبر الطلاب بتوعنا بتوع الثانوية العامة أو مرحلة الثانوي طلاب بتجارب. يعني لما أجي مثلا هبص هقول لحضرتك مثلا على الدمج، هنمسك مادة زي مادة الدمج اللي هي طبيعة الكيمياء والفيزياء، الفيزياء والكيمياء، لما يبقوا مواد متكاملة، أنا ممكن أخلي مواد متكاملة في الصفوف الأولانية مثلا حتى لو أولى إعدادي، لكن كل ما حضرتك الواحد المقررات بتتحط على أي أساس؟ حسب الساعة العقلية، ودي مرتبطة بعلم النفس، الساعة العقلية للمتعلم. وإلا لو أنا حديله نفس المعلومة اللي بياخدها في سنة أولى إعدادي هي في أولى ثانوي، طب بديها له ليه؟ أنا بديها له بناحية من التوسع شوية، فلما بديها له بالتوسع بتزداد التخصصية. فهم لما بقت، أنا من وجهة نظري، مواد مدمجة، لازم برضو الناس بتقولك ده كلام أولياء أمور. أنا حدي درس، ولو إن ده غلط طبعا، لكن اللي بيتقال أنا حدي درس في مادة واحدة، اللي بيدرس كيمياء مش عارف يدرس فيزيكس. طب يعني معنى كلام حضرتك انه التغيير في مرحلة ثانوية عامة كان محتاج تغيير في الفصول الدراسية اللي من أول بقى ابتدائي الإعدادي وصولا للثانوية العامة؟ طبعا. طيب. طبعا. طب بس احنا كده مش هنقدر نطور غير بعد عشرات السنين ولا لا؟ لا، مش ليه 10 سنين. لو حضرتك قلتي مثلا هناخد دلوقتي من تانية اعدادي لغايه مثلا تانية ثانوي، انت بتاخدي 3-4 سنين. انا قصدي بقى لحد ما نوصل للمرحله دي عيب مستمر. أقنن. نزيف أقنن. مادي للاهالي. لا، مش نزيف مادي. دروس خصوصيه شغاله. لا، امنع دروس خصوصيه. زي ما هل هي قابله للمنع؟ نعم. هل هي قابله للمنع؟ طبعا، لما يبقى في مدرسه والبصمه اللي هتتعمل علشان الطلبه تغيب والكلام ده كله، يبقى الطالب ما قداموش غير المدرسه، مدرس المدرسه، مدرس المدرسه كفء ويستطيع انه يدرس المقرر. بس هو لما يروح المدرسه ما يلاقيش طلاب، هيعمل ايه؟